السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ وصلني هذا من الايميل. الموضوع اللي فيه حاجه حلوه، نفتحها مع بعض ونشوف ايش الموضوع. مؤدبين نفتح المقص، طول عمري وانا اقطعها مقطعه. وصلتني هذه، اللي عنده أطفال بيستفيد منها أكثر من اللي عنده كبار. شيء حلو، مكونات داخلها ريموت، وهذه قاعدتها. إن شاء الله ما تكون مكسورة بس. والكرة هذه، وكابل شحن. نشحنها ونرجع نجيب شحن ونجيب كبر. أول شيء بنركب القاعدة. القاعدة تركبت بهذا الشكل، وحطينا جوا الجهاز بطاريتين، وهي لأنها فاضية بس، ولا تقدر هي تنشتحن فيها بطارية تخزن. وظيفتها زي ما انتم شايفين، ما أدري إذا تبين لكم، هي تغمز الآن إنها تشحن، لكن بلصيها. اسمعوا إيش بتقول أول ما بلصيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لما تنصيها تقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزلزال. أعوذ بالله من الشيطان. عرفت وظيفتها؟ بسم الله. ما تحتاج ذاكرة، يجي فيها مخزون القرآن وإذكار والرقية الشرعية، هنا في الريموت مسجل. مسجل الرقية الشرعية، صحيح مسلم وصحيح البخاري. فيها عدة أشياء، على سبيل المثال مثلا تشتري الرقية الشرعية، هي تضغط على الرقية الشرعية. الرقية الشرعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدر تزيد الصوت وتنقص الصوت كمان فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدر تزود وتنقص الصوت، تشبك عليها بلوتوث إذا حاب تشغل شيء من جوالك. وكمان لا ما تنضاف إلى ذاكرة، وإنما تقدر تشبكها عن طريق البلوتوث. فيها 40 حديث شريف كمان، وتقدر تغير اللغات بينها، مجموعة لغات موجودة على الباكت، مجموعة لغات لعدة دول، وألوانها هذه الألوان اللي تتغير في المساء. يعني شيء جميل، واللي عجبني فيها للأولاد الأطفال. يعني أنت ممكن بعدين فيها كمان أحلى شيء فيها التوقيت، تقدر تشغلها لوقت محدد. يعني ممكن تحدد 30 دقيقة، 50 دقيقة، 30 دقيقة أو 60 دقيقة أو 90 دقيقة إلى 120 دقيقة أقصى شيء من الزر هذا، ويتم إيقافها تلقائيا، توقف بعد الوقت المحدد. اللي عجبني فيها أنه لو عندك أطفال وحابب توصلهم قرآن قبل ما يناموا، أو تسمعهم رقية شرعية قبل ما يناموا، تحطها عندهم في الغرفة، توقتها ربع ساعة، 20 30 دقيقة، نص ساعة، 45 دقيقة، الوقت اللي أنت حابب واللي حابب تسمعه في الأولاد، وبعدين تنطفي الحالة ويكونوا هم قد ناموا. شيء حلو للإذكار، لتعليم الأولاد، بالذات نحن اللي في أوروبا. تعرفوا ما في مساجد بكثرة، والآن مع كورونا المساجد كمان صارت مغفلة، وما في حلقات دينية زي ما كنا نحن نقول معلامة اللي الواحد يروح يتعلم فيها القرآن أو الحديث. فهذه تستفيد إنه يستمعوا، ما نقول شيء يتعلموا ويحفظوا، وإنما يستمعوا من شان يتعودوا. والحلو فيها هذه الإضاءة، ما أدري إذا كانت تبين لكم الآن، أنا أغير الألوان، رجعت ازرق داكن. بصور لكم اياها بالغرفه مظلمه، وبضيف لكم الفيديو. الحلو فيها انها حتى تقدر تعملها سراج نوم اضاءه، يعني بدل الاباجوره تحطها على اللون اللي حابب، تحطها في غرفه الاولاد للنوم. هذا وكل شيء. لا تنسونا من الدعاء، وصلوا على النبي، واذكروا الله. تابع الفيديو للنهايه لاني بضيف لك الالوان للتشغيل. والان بنوريكم الالوان، ابتداء من الابيض. صراحة بالمنظر الحقيقي شكلها أحلى الألوان، أشوف أنا بالشاشة مش بحلاوة الحقيقة. وعلى سبيل المثال هاي الكرة على أساس الفضاء، بنوريكم كمان شيء حلو. والله ما عديت كم لون، عدوا كم ألوان.
خلاص رجعنا للأحمر.